محمد طه اللي كان متواجد النهارده في التدريب. مساء الخير عليك يا محمد، وعايز اعرف منك اخر الاخبار والكواليس الخاصه بتدريب النهارده الصبح. مساء الخير عليك شيماء، مساء الخير على كل مشاهدي طبعا قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل استأنس الاهلي اليوم تدريباته على ملعب مختار تيتشي في العاشره صباحا اليوم بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق لمده 48 ساعه، واستمر النيران تقريبا قرابه الساعه. يمكن بدا اليوم باجتماع مستر مارتن داسابي المدير الفني ومساعديه باللاعبين، وطالبهم بضروره التركيز التام واستغلال الراحه الاخيره قبل مواجهه بتروجيت يوم الاثنين القادم، وطالبهم بضروره بذل اقصى جهد لاستمرار الانتصارات ومواصله الاداء الجيد وتقليص الفارق، وان يكون هدفهم ان شاء الله في الفتره القادمه الصداره في اقرب وقت. ايضا اجتمع مستر داسابي اليوم صباحا مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق في بدايه النيران للاطمئنان على حاله المصابين ومتابعه البرامج التأهيلية ليهم، وأيضا بدأ الإمران بفترة بدنية وفقرة بدنية وأحمال متنوعة خاصة بعد الراحة لرفع معدلات اللياقة البدنية. بعد كده كان في ترتيبات الكرة واللي كان فيها تقسيم للاعبين لمجموعتين للتدريب على بعض الجمل التكتيكية والتصويب نحو المرمى. أيضا شهد مران اليوم انتظام محمود وحيد بعد التعادل من النزلة المعوية اللي كان في فيها، وانتظام محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في المران الجماعي، كما ادى ايضا الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور تدريبات تاهيليه بالجري حول الملعب واستكمال البرنامج التاهيلي للمشاركه واللحاق في الفريق في الفتره المقبله. ايضا عمرو جمال النهارده بدا تدريباته اليوم بالجري حول الملعب واستكمال برنامجه التاهيلي، واستكمل ايضا محمد نجيب برنامجه التاهيلي اللي بيخوضه من فتره سابقه. ايضا حضر جزء من المران الكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم مدير الكره، وغادر بعد بدايه المران ب 10 دقائق وربع ساعه نظرا طبعا لسفر الامارات لبعض الشؤون الخاصه لملاعب النادي الاهلي الموسم المقبل. صحيح. ده كل ما حدث اليوم داخل ملعب مختار لفريق النادي الاهلي الاول لكره القدم. طب بالنسبه لبرنامج الفريق لحد مباراه بتروجيت، المفروض ان الفريق هيستكمل ميرانو غدا بميران داخل الاستاد وبعدها المران باقي الايام المقبله على ان يكون طبعا المعسكر قبل المباراه. صحيح، بشكرك جدا محمد طه مراسل قناه النادي الاهلي.